كيف الدلة يعني من قام الراس ديال كمية يقول لك 4000 درهم كيولي له الراس ديالو 4000 درهم تاولا خلي واش المرأة غتطلع فوق الكميونة وغادي تشري الحولي كيفاش غادي تعمل الله يحسن العون الدرويش السوق اليوم اش غنقول لك اللهم هذا منكر حولي بحال قط 1800 درهم 250 افرنك شنو هادشي هذا ما ديتي انا باقا كندور باقا كندور وما عندي راجل اللي غيتهبط على الكميونة ما عندي حتى شي حاجة واش هيدي غنشريو الحولي بهالطريقة هادي نشريو الحولي شو مال الدرويش صاحبي بوبري ما عندوش حتى باش يعيط بهالطريقة هادي هذا ماشي منظر هذا المرأة إلا جات تشري بوحدي تما ما عاد تدخل يلاه المرأة جات دابا منين نفرض المرأة جات ما عاد تدخل معاها الزيت زايد والطحين زايد الحرز زايد كلشي زايد والحولي حنا نديوها 200 ألف فرانك ولا 300 ألف فرانك اللهم هذا منكر السلام عليكم. وعليكم السلام. عمودي لي عن سقسي كيفاش عامل السوق اليوم؟ السوق اش غنقول لك اخي ديالي السوق كيخلع. الامور في الطيف الله ما عمرنا شفنا هاد الشيء هذا. يلاه دخلت للسوق شفت الكمية يلاه دخلت كيف الدله يعني من قام الراس ديال الكمية يقول لك 4000 درهم. شوفوا ولا ما تشوفوش؟ صافي كيولي له الراس ديالو 4000 درهم دا ولا خلي. وشي حاجه يلاه كتدخل كيهجموا عليا الناس. واش هاد الشيء اول مره يوقعنا في طنجة؟ هاد الشيء هذا اول مره هذا اول مره هذا العام هذا ملي طلع المازوت طلع هاد الشيء هذا. يطلع المازوت يعني يطلع صافي ولا الغلا زينا جبرنا بنادم كثر من حولي دابا السلعه ما كايناش وبنادم موجود واش كتباع معاه وكتشري كتشوف الخريفه الصغارين السلعه ما دخلتش شي مره ما فهمتش علاش المشكل ما دخلتش شي مره كل عام كيبقى الخير دالع شريتي شي بركه ولا لا باقي اخ حرفالي والله الا حرفالي ما عرفتش كنفكر واش نشري ولا ما نشريش ولا نمشي نشري اللحم من ناقص ولا نمشي نشوف اللحم ديال البقري شي 1000 درهم وقضي الغراض لا بغينا زعما نجريو الدم فهمتي يقول لنا ضروري الانسان يجري الدم سنه فهمتي مؤكده ايوا شوف احنا امين اخي نشوفوا نهار اليوم ونشوفوا نهار غدا عاوتاني نمشيو سبت الزينات كيقولوا واحد السوق كاين تما الله نشوفوا واش كاينه شي حاجه السوق اليوم اش غنقول لك اللهم هذا منكر ما شاء الله الحولي بحال قط 1800 درهم 250 افرنك شنو هادشي هذا وخصوصا حنايا وخصوصا حنايا عاملين هادشي هذا بيدنا كنشوف الحولي يساوي 2500 درهم وباقي مجموعين عليه نحاولوا نبعدوا من هادشي هذا هادشي هذا بزاف اللهم هذا منكر كاين ناس ما عايدتشي كاين ناس الله يحسن العون كاين ناس ما عندهاش كاين ناس عندها كرا كاين ما شنو هادشي هذا ما هادشي بزاف واش المراه غتطلع فوق الكميونه وغادي تشري الحولي كيفاش غادي تعمل الله يحسن العون الدرويش حنا عرفتي خدامين 120 الف فرانك والحولي عامل 400 500 كتجبر شي واحد ماشي ب 500 الحولي ب 500 وحده في يدها 1000 درهم كدور عليه السوق راه عيب هادشي هذا الدعوة الله دعوة الله اللي كان السبب في هادشي هذا والله العظيم الدرويش راه ميت ديتي شي حاجه ما ديتي انا باقا كندور باقا كندور وما عندي راجل اللي غيتعبط على الكميونة ما عندي حتى شي حاجه كنرغب ونقول لهم كاين اللي غير ديك الحولي كيقول لك طلع واش انا غنطلع فوق الطونوبير اللي عطى الله هو هذا دعوة بهم الله فاز عاد في التلفازه كيبانوا كيقولوا كاينه الرخه فين هو الرخه ما كايناش الرخه واللي ما عنده شي مسكين ما عندناش حنايا ما عندناش كاين ربي ولكن هادشي بزاف طونوبيرة معلقة وحنايا جالسين كنتعلقوا ما يمكنش هادشي هذا واش هيدي غنشريو الحولي بهالطريقة هادي نشريو الحولي شو مال الدرويش صاحبي بوبري ما عندوش حتى باش يعيط بهالطريقة هادي هذا ماشي منظر هذا المرأة إلا جات تشري بوحدي تما ما عاد تدخل يلاه المرأة جات دابا منين نفرض المرأة جات ما عاد تدخل معاها تعمل هيدا وهيدا كيفاش تدخل المرأة دي على حق هادو ما كيحشموش اللي كيشرو بهالطريقة قول لي علاش يبعدوا من تما يا منين نفرض بعدوا ديك الناس كاملين هو كيفاش غيبيع الحولي ولا ما يبيعوش حنا نجلسوا راه فين هو يهبط الحولي هو جاي يبيع غيبيع اللي بغاه هو بالطريقه اللي خصو هو بالطريقه اللي خصنا حنا والدرويش والمراه ومن الدنيا مخالطه كيفاش انا المراه ديالي انا المراه ديالي ما تجيش للسوق ولكن كيفاش غتدخل المراه درويشه راه حسن العون ما عندها شي راجل غتدخل بيناتنا ها ما جابتهاش اللهم هذا منكر واش هذا الحولي كي ديماري عنده كيبيعو تما واش كي ديماري تا هو كيمشي بمازوط هذه هي اللي غنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل وشكون اللي كيحاسب ربي خلي يعمل اللي بغى السلام عليكم كاع لك 170 الف شوف 170 ايوا لا حول الله المنكر اخي سبحان الله 200 الف 200 الف ها شنو الحال هذا الله يا خالد
اللهم يا هذا منكر. بقينا خدامين، بقينا خدامين، السنين ديالي باقي صغير، نقصوا لي من مندا. انا باقي صغيره، خلاو لي 100000 فرن والدواء عندي 500000. ابصاب كنا غير خدامين، اي ولا حول ولا قوه، ما كايناش الخدمه بعدا وما كنجبروش يبايش، كل شيء زايد، كل شيء زايد، الزيت زايد، الطحين زايد، الحرز زايد، كل شيء زايد. حولي حنا نديوا 200000 فرن ولا 300000 فرن. اللهم هذا منكر اخوتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.